بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بكم في محاضره جديده واخيره في السيتوجينيتك لزمايلي، مش بناتي وابنائي بقى، لزمايلي من طلبه الدراسات العليا في كليه الطب بورسعيد، ويا رب دايما يكونوا موفقين في كل حياتهم العلميه والعمليه والاسريه. المحاضرة النهاردة الحقيقة محاضرة لذيذة جدا وسهلة جدا جدا، صحيح محتاجة تركيز ومحتاجة تقري كتير ومحتاجة تتحفظ، لان هي هتعتمد في النهاية، او عايزين نوصل في النهاية الى المود اوف انهيرتنس، ايه هي الطرق اللي بتتوارثها، اللي بنتوارث بيها الصفات او الامراض الوراثية. لكن الاجنده بتاعتنا هتبقى حوالين الموضوع ده وطويله شويه، هنتكلم فيها عن الجين، ويعني ايه جينو تايب، يعني ايه فينو تايب. هناخد الفاميلي وديجري بطريقه سهله ولذيذه، هناخد الباترن اوف جين انهيرتنس، واحنا عندنا حاجتين في الباترن اوف جين انهيرتنس، المندليان والنان مندليان. مندليان طبعا نسبه للقس مندل، ونان مندليان يعني ايه الحاجات اللي هو ما وصفهاش في القوانين بتاعته. الجينيتك سكرينينج، ودي نقطه مهمه جدا وانا كنت شايف البعض حريص عليها، الجينيتك سكرينينج هناخد فيه البري امبلانتيشن جينيتك سكرينينج، طبعا بعد ما ناخد البرنسبلز وامتى اعمل الجينيتك سكرينينج، وبعد كده هنتكلم عن البري نيتال، يبقى نتكلم عن البري امبلانتيشن، وبعد كده البري نيتال والنيو نيتال والفاميلي جينيتك سكرينينج اللي هنختم بيها المحاضره. الاول هنعرف يعني ايه جين. جين ده جزء من الدي ان اي، اللي لو حصل له ترانسكريبشن ثم ترانسليشن هيتحول الى بولي بيبتايد تشين. هذه البولي بيبتايد تشين بتشارك مع بولي بيبتايد تشين اخرى في تصنيع البروتين، بعد ما يدخل في البروتين بروسيسنج والعمليه بيقوم بيها السيتوبلازم عشان في الاخر يديني البروتين. ده معنى كلمه جين. امال يعني ايه قليل؟ الجين بيبقى عبارة عن تو أليلز، واحد على الكروموسوم اللي جاي من الأب والتاني على الكروموسوم اللي جاي من الأم. يبقى الكروموسوم ايه؟ ليه تو ايه أليل، الترنيت أليل، يبقى الجين الواحد له اتنين ايه؟ له اتنين أليل. الصفة الوراثية الواحدة، فصفة لون العين بيبقى ليها تو أليلز، واحد لو اشتغل هيديني البلو أي، والأليل التاني لو اشتغل هيديني البراون أي. هتقول لي طب ما انت يا دكتور قايل لنا قبل كده ان اللون العين عباره عن ميلانين، يبقى اذا القليل الاولاني لو اشتغل هيديني ميلانين بكونسنتريشن معين يخلي الاي لونها بلو، والقليل الثاني لو اشتغل هيديني كونسنتريشن معين يخلي العين لونها براون، لو الاثنين اشتغلوا مع بعض هيدوني لون ثالث خالص، لا هو بلو ولا هو براون. اللوكس، اللوكس ده جغرافيا، يعني ايه جغرافيا؟ يعني مكان الاليل على الكروموسوم او مكان الجين على الكروموسوم. بالمناسبه الاليل اللي التو اليلز بيبقى المكان بتاعهم ثابت، فانا اوصف الاليل او اوصف الجين مفيش مشكله. يبقى اللوكس ده عباره عن ايه؟ جغرافيا، مكانه فين على الكروموسوم، مكانه فين بالنسبه لخريطه الدي ان ايه اللي كان عامل الكروموسوم ده، في الاول ولا في الاخر، على البي ولا على الكيو، لو على الكيو في انهي منطقه، المنطقه الاولانيه ولا المنطقه الثانيه ولا المنطقه الثالثه، حددنا المنطقه في انهي شارع، الشارع الاولاني شارع واحد ولا شارع اثنين ولا شارع ثلاثه ولا شارع اربعه، شارع واحد، طب في شارع متفرع، ايوه في شارع متفرع، وهكذا امشي على الخريطه علشان اشوف اللوكس بتاعنا زي ما بنعمل بالظبط في الخريطه بتاعت الماب بتاعت جوجل ماب. الاستراكشر اوف ذا جين، اتكلمنا قبل كده في محاضره الدي ان ايه عن الجين، واتكلمنا عن الاستراكشر، وكان الاستراكشر بتاعنا كان بسيط جدا، بس الجين بتاعنا مش بالبساطه دي، ده الجين بتاعنا بيتكون من كذا حاجه. الحاجه الاولانيه بنسميها بروموتور، والبروموتور جين ده جين لوحده، ولكن بيبقى دايما مرتبط بالجين الاصلي او الفانكشننج جين او البروتين فورمنج جين. البروموتور جين ده اللي بيحدد الاكتيفيتي بتاع الجين ده، يعني هو المايسترو بتاعه، يعني هو اللي بيقول له اشتغل، يقول له لا ما عادش يشتغل، لا احنا خلاص خلصنا شغل النهارده، وهكذا. ده بيجي منين من البروموتور جين؟ البروموتور جين هو اللي عليه الريسبتور للافكتور، يعني لو انا عايز اعمل جروث محتاج الجروث هرمون، الجروث هرمون هيروح للنيوكليوس،
يروح للنيوكليس بعد طبعا سلسلة كبيرة من البروتين كاينيزس، لكن لما يروح للنيوكليس يروح على مين؟ يروح على البروموتور جين، يقول له لو سمحت احنا محتاجين شوية جروس هرمون. فالجروس هرمون، فالبروموتور جين هيروح للجين بتاع الجروس هرمون يقول له اتفضل انسخ لنا شوية ار ان اي. لما يتنسخ الار ان اي يتنسخ على كل الجين الطويل ده، الا لو الريبوسوم اشتغل عليه عايز له شهر علشان يخلصه. علشان كده بنقول ان الجين بتاعنا بيتكون من عدة اجزاء. الاجزاء الاولانية بنسميها اكسونز، ده اكسون 1 اكسون 2 اكسون 3 اكسون 4. ما بين هذه الاكسونز في نيتروجينس بيزس تبدو وكأن ملهاش لازمة فبنسميها انترونز. يبقى الجزء الافكتيف في الجين بنسميه الاكسونز، والجزء اللي مش افكتيف بنسميه الانترونز. ايه الفانكشنز بتاعت الانترونز ده؟ نرجع بقى ونقراها بالتفصيل للي حابب يبقى عنده علم، لكن مش هنتطرق ليها في محاضرة. يبقى الاول لما اجي اعمل ترانسكريبشن، بعمل ترانسكريبشن لكل الجين ده، لكل المجموعة دي من الاكسونز وكل المجموعة دي من الانترونز. بيسمي الترانسكريبت عندي برايمري ترانسكريبت ار ان اي. هذا البرايمري ترانسكريبت ار ان اي ما ينفعش يوصل للنيوكليوس، عشان كده بيحصل حاجة اسمها سبليسنج. السبليسنج اشيل فيها كل الانترونز دي، يبقى انا شلت جزء كبير جدا من البرايمري ترانسكريبت اللي كان اسمه ايه؟ اللي كان اسمه الانترونز. واللي باقي عندي مين؟ مجموعه من الاكسونز. المجموعه من الاكسونز دي هي اللي عليها المعلومات الدقيقه لتصنيع البروتين، لما تروح للريبوسوم هتتحول الى بولي بيبتايد تشين. يبقى اذا انا عندي الاول الدي ان اي، والدي ان اي عباره عن بروموتر، ده ما بيبانش خالص على الماسنجر ار ان اي. بعد كده لما اتكلم عن الاستراكشر اوف ذا جين، الاقي مجموعه من الاكسونز ومجموعه من الانترونز. لما تتنسخ اسمي المنسوخ برايمري ترانسكريبت ار ان اي، يحصل له سبليسنج يتحول الى ماتيور ترانسكريبت ار ان اي. بعد كده يروح للريبوسوم عشان يعمله ترانسليشن ويحوله الى بروتين. مره تانية ده الدي ان اي اكسونز وانترونز. يبقى البرايمري ترانسكريبت ما يحصل له ترانسكريبشن يتحول الى نيوكليار. شوف هنا نسميه مره تانية نيوكليار او برايمري. يبقى اكسونز، كل الاكسونز والانترونز اتنسخت، لكن لما يحصل سبليسنج الانترونز هتطير ويتبقى عندي مجموعه من الاكسونز اللي هي تروح عشان يحصل لها ترانسليشن وتتحول الى بروتين. اكيد كده، اكيد احنا كده اخذنا فكره بسيطه وسريعه عن تركيبه الجين، وما هوش بالبساطه اللي احنا كنا متخيلين. يعني ايه بقى جينو تايب؟ احنا خدنا الجين، طب نعرف يعني ايه جينو تايب؟ جينو تايب ده الجينيتك كومبوزيشن اوف ان انديفيدوال. احيانا يبقى الشخص بتاعنا او الجين بتاعنا هوموزايجس. يعني ايه هوموزايجس؟ يعني التو اليلز اللي عنده متشابهين. طب تيجي نبص على الصوره الحلوه دي، التو اليل هنا بي كابيتال والتو اليل هنا بي سمول. يبقى لو الاثنين متشابهين اقول على الشخص ده ايه؟ هوموزايجس. لو الاثنين مختلفين، يعني عنده البراون اي وهنا البلو اي، يبقى هنا نسميه ايه؟ هيتيروزايجس. يبقى لو كانت تو كابلز اوف اليلز متشابهين هسميهم ايه؟ هوموزايجس. ممكن يكونوا دوميننت، ممكن يكونوا ريسيسيف، وهناخد يعني ايه دوميننت ويعني ايه ريسيسيف. يبقى الجينوتايب ريبريزنتد بدبل سيمبل، البي كابيتال لو ان كان دوميننت، او البي سمول لو كان ريسيسيف. الهيتيروزايجس بقى على النقيض بيبقى تو ديفرنت اليلز، تو ديفرنت اليلز، واحد منهم بنكتبه بالحرف الكابيتال والتاني بنكتبه بالحرف السمول. لو التريت، لو الصفه الوراثيه بتاعتي الدوميننت، يبقى البي كابيتال هو اللي ايه؟ هو اللي هيشتغل. لو الريسيسيف، لو كان ريسيسيف يبقى الصفه الوراثيه بتاعتي مش هتبان في الحاله دي. ليه؟ لان انا محتاج الشخص علشان الصفه بتاعته تبان ما يبقاش هيتيروزايجس، لا يبقى ايه؟ يبقى هوموزايجس. امال يعني ايه هيموزايجس؟ هيموزايجس وان كوبي اوف كروموسوم از بريزنت. بالنسبه للميل، الميل الجينز اللي موجوده هنا مش موجوده هنا، يبقى هو بالنسبه للجينز دي ايه؟ هيموزايجس. امال يعني ايه نالي زيجس؟ نالي زيجس معناها تيو ميوتنت اليلز بتاع نفس الجين مالهم؟ خسرناهم، خسرنا الفانكشن بتاعته، فبنقول عليها نال. يبقى الجين ده مش موجود اصلا، بس ده بتبقى ايه؟ دي بتبقى
ميوتيشن بنسميها نالي زيكس. طب هل الجين ده قدر يترجم نفسه لصفه وراثيه او مرض؟ يبقى نسميه فينو تايب. ما قدرش يبقى الفينو تايب بتاعنا ما هواش موجود. تعالوا بقى نتكلم بسرعه كده عن الفاميلي بيديجري، ويا رب طريقتي في شرح الفاميلي بيديجري تعجبكم. ده مريض وجايلي، جايلي العياده، فانا عايز اعمل له فاميلي بيديجري. اول حاجه اساله انت ليه، بسال مامته يعني، هو ليه اخوات؟ قالت له ليه 3 اخوات، بنتين وولد، معاك في عندهم مشاكل، يعني هو عندهم نفس المرض ده او امراض معينه نقدر نوصفها؟ فبتقول لي لا والله الحمد لله ما فيش عندنا مشاكل. دول البنتين وده الولد. لما اجي ارسمهم في الفاميلي بيديجري ارسمهم بالشكل ده، يبقى احنا استنتجنا ايه؟ استنتجنا ان الميل بنعمل له مربع، والفيميل بنعمل لها دايرة، والافكتد بنخليه اسود، والنورمال بنخليه ابيض، كويس. والاربعة دول في مستوى واحد، يعني الاربعة دول اخوات. طب اسأل تاني، اخبار باباه ايه؟ هو فين باباه هنا في الخريطة؟ لا مش باين، يبقى لازم نرسم باباه الاول. نقول هي بتقول الحمد لله، يبقى دي البابا ودي ايه ودي هي شخصيا، دي ماما، يبقى انا كده خلصت الاب والام. طب وعمه وعماته؟ الحمد لله ما سمعتش عنهم اي مشكله، خلاص يبقى ده العم. فين العم اللي هم اخوات الاب اللي هم على نفس الخط بتاع الاب، اللي هم دول عمتين وعم واحد؟ في مشاكل؟ لا مفيش مشاكل الحمد لله. طب واخواتك اللي هي اخوال الولد، يعني عاملين ايه اخوات الولد؟ عندي اخين توأم واخت بس كلهم ما شاء الله. طيب ادي اخين توأم، طلعنا بعلامة سيمبل جديد، يبقى دي علامة التوأم. وكان في اخت كمان لكن كلهم الحمد لله. طيب بالنسبة بقى التوائم دي ظاهرة في الاسرة ولا كان يدوب على قد كده؟ فبتقول له ايه؟ بتقول له ان توماس عمه، توماس اللي هو جوزها يعني، عمه وعمته توأم. ادي عمه، فين عمه؟ لا عمه لسه ما ظهرش، ده بابا، يبقى عمه اهو وعمته كانوا توأم، كويس. يبقى عمه وعمته ايه؟ توأم. طب بالنسبة لبابا وماما، ماما قالت لي ان تيتا الله يرحمها كان عندها كحة مزمنة. تيتا فين تيتا؟ مش باينة هنا، نجيب تيتا. ادي تيتا، دي تيتا، دي مامتها، ودي ايه؟ ودي تيتا. يبقى تيتا كان عندها ايه؟ كحة مزمنة. اسف، اول سؤال كان المفروض اساله لك، في قرابه بينك وبين توماس؟ فبتقول لي ايوه انا وتوماس ولاد عم. يبقى رجعت تاني رسمت ولاد عم بالشكل ده. خلي بالك احنا وصلنا لكل معظم السيمبلز بتاعت الفاميلي وديجري، عرفنا يعني ايه دي ودي 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 ودي، يبقى احنا عرفنا كل ده. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ دي توائم متماثله ودي توائم ايه؟ غير متماثله. كده احنا خلصنا الفاميلي بيديجري، وده اشهر فاميلي بيديجري موجوده في العالم اللي هي بتاعه الملكه فيكتوريا، واللي عرفنا منها الهيموفيليا. الباترن اوف جين انهيرتنس، هنا طبعا هنتكلم عن الجين انهيرتنس مش عن السندرومز، فاحنا هنتكلم عن الباترن اوف جين انهيرتنس. عندنا طريقتين للانهيرتنس، للوراثه، يا اما هنخضع لقوانين مندل يا اما مش هنخضع لقوانين مندل. هي الاول قوانين مندل ببساطه وبسرعه شديده. القانون الاول بنسميه لو اوف يونيفورميتي، ان الكاركترز او الصفات الوراثيه اللي موجوده في الجيل الاولاني ممكن تختفي في الجيل الثاني، لكن ما تظهرش في الجيل الثاني لكنها لا تختفي، ده معنى الكلام. يبقى اذا لو انا عندي صفه وراثيه بيور بالشكل ده وصفه وراثيه بيور بالشكل ده، الجيل الاولاني هيختفي فيه صفه من الاثنين. واضحه دي ولا مش واضحه؟ يعني لما كان عندي نبات بيدي الزهره الحمراء وعندي نبات بيدي الزهره البيضاء، لو حصل لهم تزاوج واختفى اللون الابيض فده معناه ان ده بيور وده بيور، لكن هل معنى كده ان الصفه الوراثيه اختفت ولا مستخبيه؟
لا مستخبية، لأن لو عملت تزاوج للعيلة دي هتبدأ تظهر بره تانية عندي الصفة اللي كانت مستخبية. هي ايه الصفة اللي كانت مستخبية هنا؟ اللون الأبيض. هنا هيبان مرة تانية الزهرة اللي لونها أبيض، ودي آخر مرة نشوف فيها الرسمة الجميلة دي. يبقى ده بسميه لو اوف يونيفورمتي. القانون التاني اسمه لو اوف سيجريجيشن. لو اوف سيجريجيشن بيقول ايه؟ بيقول ان لو انا عندي صفة وراثية ليها تو أليلز، اهو ده أليل وده أليل، ده جاي من ده شخص عنده تو كروموسومز، واحد جاي من الأم والتاني جاي من الأب، ده عليه أليل وده على إيه؟ عليه أليل. الاتنين دول لما يدخلوا في الفيرست والسكند مايوتيك ديفيجن وينفصلوا بيبقوا الاتنين مش مرتبطين ببعض، فممكن كل واحد يبقى موجود في جميته مختلفة عن التاني. لو أنا عندي ممبرز أوف ديفرنت بير أوف جين، دول ديفرنت بير اوف جين، يعني انا عندي ده مسؤول عن الاي وده مسؤول عن الايه؟ عن الهير، لون الشعر او طبيعة الشعر، شعر خشن وشعر ناعم. عندي اللي ليه براون ايز شعرهم ايه؟ واحد شعره بلاك والتاني شعره ريد، على النقيض اللي ليه بلو ايز الاقي واحد شعره ريد والتاني شعره بلاك، وهكذا. المسائل ممكن تبقى مش مرتبطة ببعضها، لكن أحيانا تبقى الجينات مرتبطة ببعضها لو كانت قريبة قوي قوي من بعضها، والمسافة بسميها مورجان. مندليان انهيرتنس، عندنا أربع طرق أو أربع قوانين في توريث على طريقة مندل. الحاجة الأولانية بنسميها أوتوسومال دوميننت انهيرتنس، أوتوسومال ريسيسيف انهيرتنس، اكس لينك دوميننت و ريسيسيف. الاوتوسومال دوميننت انهيرتنس لو المرض بتاعي بيتنقل عن طريق اوصفه بان هو اوتوسومال دوميننت انهيرتنس، الاحظ فيه ايه؟ الاحظ ان هو مش موجود، ان هو مش واخد خط واحد، يعني ما هوش في الفيميل، مش منتشر في الفيميل وغايب عن الميل، او منتشر في الميل وغايب عن الفيميل. لو لقيته واخد وان جندر يبقى انا بتكلم عن اكس لينكد، ما هواش اوتوسومال. لكن ما يميز الاوتوسومال ان ما الديستريبيوشن بتاعه ايكوال ما بين الميل وما بين الفيميل. بتكلم عن دوميننت، فالهيتيروزايجس فور ذا ميوتنت جين، يعني ايه؟ يعني انا في الغالب هلاقي المريض بتاعي هيتيروزايجس، ما هواش هوموزايجس، لان لو هوموزايجس في الغالب هيموت. يبقى بلاقيه ايه؟ هيتيروزايجس، يعني عنده جي، عنده قليل دوميننت والقليل التاني ريسيسيف مختلفين عن بعض. الاقي الفاميلي بديجري بتاعي بيمشي فيرتيكال مش هوريزونتال، يعني ايه؟ يعني من الجد للعم، من الجد للاب للابن. وبالتالي بيمشي من جنريشن للايه؟ للنكست جنريشن. الدوميننت هوموزايجوستي بتبقى ليسل، يعني قاتله. تعالى كده نشوف الجينيتك ريسك بتاعنا. لو الاب بتاعنا هوموزايجس، ولو الام بتاعتنا هيتيروزايجس والاب بتاعنا هوموزايجس، اهو هيتيروزايجس والاب بتاعنا ايه؟ هوموزايجس. النتيجه بتاعتي ايه؟ 50% من التشيلدرن هيبقى عندهم ايه؟ نفس الديس اوردر. 50% اللي هو دي دي اهو، وال 50 التانيين نورمال تشيلدرن. طيب لو هيتيروزايجس ماذر مع افكتد هيتيروزايجس، لو الاثنين بقى اولاد عم وده هيتيرو وده هيتيرو، هيبقى عندي 50% من التشيلدرن عندهم الديزيز افكتد. يبقى 50% افكتد، 25% نورمال، 25% هيموتوا. طيب لو الافكتد هوموزايجس ماذر، ده بافتراض ان هي عاشت، المفروض ان هي ما تعيش، ونورمال هيموزايجس فازر، هيبقى 100% عندهم نونان سندروم، ودي الحالة اللي بتعيش عندنا من الدوميننت جينيتك، من الدوميننت اوتوسومال انهيرتنس. طيب هتقول لي ازاي يبقى دوميننت انهيرتنس ويبان في العائلات؟ المفروض الدوميننت ده بيبان يأثر على كل العيلة، يعني انا لو عندي جين دوميننت هخلف ولاد يبقى كلهم افكتد. طيب دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، هو ازاي ظهر عندي وما ظهرش عند
أبويا. ليه؟ لأن أنا ممكن أكون نيو ميوتيشن. يبقى إذا بيتأثر بكذا حاجة. الحاجة الأولانية إنه ممكن يكون نيو ميوتيشن، الحاجة التانية بيتأثر بحاجة اسمها بينيترينس، الحاجة التالتة إكسبريسيفيتي، الحاجة الرابعة بليوتروبي، الحاجة الخامسة لوكس هيتيروجينايتي. يعني ايه الكلام ده؟ نيو ميوتيشن، خلاص ده طفل جاله نيو ميوتيشن، ودي 1-2% من الجيرم سيل موسايسيزم، يعني ممكن يكون الجيرم سيلز اللي انا بعمل لها انوكيوليشن في الاوفم هي اصلا افكتد، وبالتالي الريسك موجود. الريسك ده بيبقى موجود لو الاب او الام اكتر من 50 سنه اوف ايج. الحاجه الثانيه ريديوست بينيترينس، ازاي يبقى المرض بتاعي دوميننت وما يبانش في كل العائلات؟ ليه؟ لان احيانا يبقى المرض بتاعي ما بيظهرش. زي ايه؟ زي البريست كانسر. البريست كانسر ده ميني وومن هاف ميوتيشن ان بيركا 1 وبيركا 2، لكن ما بيظهرش عليهم البريست كانسر. هل ده معناه ان لما يخلفهم يبقى بناتهم ما عندهمش بريست كانسر، او ما هواش مهمش بريدسبوزنج البريست كانسر؟ لا، نبص على الخريطه دي هنلاقي ان ده ان دي افكتد، يعني عندها بريست كانسر لما خلفت ظهر عند 2، اللي لما خلفوا ظهر عند 1 والباقي ما ظهرش عنده. هل ده معناه ان الجين مش موجود؟ لا، الجين بيتوارث لكن ما بيظهرش. الظاهره دي بنسميها بينيترينس، ودي لود ريديوسد بنترنس، ما هياش 100%. الصوره اللي فاتت دي كانت 50%. فاريبل اكسبريسيفيتي، يعني ممكن يكون المرض موجود عند الاب او عند الام ودوميننت لكن ما هواش ظاهر عليهم. ليه؟ لان الاكسبريسيفيتي هنا ضعيفه، اللي هي بتساوي في النون جينيتك ديزيز بنسميها سيفيريتي، هنا بنسميها الاكسبريسيفيتي. يبقى ممكن يكون الاب او الام المرض عندهم ضعيف زي المارفان سندروم، ما يبانش، يبان على الاب والام في حاجه بسيطه، لكن لما يتنقل للابن يتنقل في صوره اجريسيف، والصوره الاكسبريسيفيتي ده اللي هو الاوستيوجينيس امبرفكت، ده اوستيوجينيس امبرفكت، وده نفس الكلام وده نفس الكلام، لكن ده سيفير، ده مودريت، ده مايل. ممكن يبقى في مايلد عنده ويتجوز ويخلف يقوم ما يبانش على ده ان هو أستوجينيس إمبرفكت، لما يخلف هيخلف أطفال عندها إمبرفكت لو كنا بنتكلم عن دومينانت، لأن في منه ريسيسيف. ما زلنا بنتكلم عن الفاكتور أفكتنج الأوتوسومال دومينانت إنهيرتنس، اتكلمنا عن النيو ميوتيشن، واتكلمنا عن البينيترانس، واتكلمنا عن الإكسبريسيفيتي. في حاجة اسمها بليوتروبي. بليوتروبي يعني إيه؟ يعني الجين الواحد لما يأثر على كذا سيستم، والمرفان سندروم ده مثال، والمثال التاني الواضح قوي اللي هو الفينايل كيتونوريا. جين واحد بيأثر على النيرف سيستم وعلى السكن وعلى المصل وكل الحاجات دي، يبقى اذا دي بسميها بليوتروبي. فالبليوتروبي بنقول فيه ايه؟ الجين بتاعي ده لما أثر على كله، يعني المرفان سندروم الاي والسكريتون والكارديو واسكولار سيستم ماي بي افكتد، ممكن ما يبقاش كلهم افكتد. لوس اوف هيتيروجينيتي، الجين ات مور اور وان لوكس ماي كوز ذيس اوردرز. يعني ايه؟ يعني استوجينيس امبرفكت ده هو جين واحد اللي مسؤول عنه؟ لا طبعا، ده في جين موجود على الكروموسوم رقم 17 وفي جين تاني موجود على الكروموسوم رقم 7. طيب لما تأثروا هما الاثنين تأثروا ولا واحد بس تأثر؟ لا، واحد بس تأثر، فتستوريته يبقى أسهل من لو الاثنين تأثروا. إكسبريسيفيتي هتعتمد على هل جين واحد هو اللي حصل له ميوتيشن ولا أكتر من جين هو اللي حصل له ميوتيشن، وفي جين بيبقى دومينانت وفي جين تاني بيبقى ريسيسيف. ايه رأيكم نتكلم عن الاوتوسومال ريسيسيف انهيريتنس؟ احنا خلصنا الدومينانت، نتكلم عن الريسيسيف. الاقي برضو نفس الكلام ان الايكوال الديستريبيوشن ايكوال في الميل والفيميل. الفاميلي بيديجري هنا هوريزونتال، يعني ايه هوريزونتال؟ الثانيه كان فيرتيكال، الاولاني الدومينانت كان ايه؟ كان فيرتيكال، لكن هنا هوريزونتال. يعني المرض بتاعي بيمشي من جينيريشن للنيكست، ما بيمشيش من جينيريشن للنيكست جينيريشن، لكن الاقيه على طول ديستريبيوتد في الاخوات. يبقى المذر والفازر في الغالب قرايب،
وبالتالي هيقدروا ينقلوا الريسيسيف اليل. يبقى اذا الريسيسيف ديزيزز ما بتظهرش في الغالب الا لو كان الاب والام قرايب. طب لو الاب والام قرايب فيري رير انه يظهر، ممكن طبعا يظهر لكن فيري رير انه ايه انه يظهر. الاب والام عاده بنسميهم كارير. ليه؟ لان هم اسيمتوماتيك. طب تعال نشوف اب كارير مع ام كارير. عندهم 25% ديزيزد و 50% كارير و 25% طبيعي. يبقى التحذير دائم دايما من زواج القرايب. لكن لو كانوا الاثنين هوموزايجس يعني ده ديزيزد وده فري يبقى 100% كارير. طب لو كان هوموزايجس مع ديزيز يبقى 50% ديزيز و 50% كارير. الريسيسيف اوتوسومال اسهل حاجه فيه هو السيستيك فايبروسيس، واللي بيحصل فيه ديفكت في الكلورايد ايون ترانسبورت بروتين هيؤدي الى اوزموتيك امبالانس ريزلت ان ثيك ميوكس ممبرين في اللنج والبنكرياتيك داكت. ده اللي هو السيستيك فايبروسيس. الاكس لينك دوميننت انهيرتنس، شوف بقى هنا الكلام هيختلف ازاي. موجود في الفيميل ضعف ما هو موجود في الميل الا لو كان هيموت، وبالتالي الاوبزيرفد بس في الفيميل. يبقى لو كان المرض بتاعي قاتل يبقى الميل هيموت والفيميل هتفضل مكمله معانا. الحاجه الثانيه الفاميلي بيديجري از فيرتو دوميننت، برضو زي الدوميننت يعني بيتنقل من جيل لجيل. الاب عمره ما ينقل المرض لابنه، الاب عمره ما ينقل المرض لابنه. الميلز يجوالي ضاي لو جينيت لو المرض بتاعي ايه قاتل. هيتيروزايجس فيميل ار مايلد افكتد، هيتيروزايجس فيميل ار مايلد افكتد يعني ما بيبانش عليهم المرض، وهو ده اللي بيخلي المرض ينتشر. الافكت هنا بيعتمد على الكروموسوم اللي انا عمل له اللي الفيميل عملت له ان اكتيفيشن. لما جت تعمل ان اكتيفيشن، فاكرين السكس كروماتين، لما جت تعمل ان اكتيفيشن لوان اوف ذا اكس كروموسوم حظها الحلو عملت ان اكتيفيشن للكروموسوم اللي عليه الجين ده، فبالتالي المرض مش هيبان عندها. طب حظها الوحش ان هي عملت ان اكتيفيشن للكروموسوم اللي عليه الجين الطبيعي، فالمرض هيبان عندها. هوموزايجس فيميل اللي عندها الاثنين هتبقى هي الوحيده اللي شوري افادي ام هيتيروزايجس مع اب نورمال. طيب ايه اللي هيحصل؟ 50% اوف دوترز افكتد، 50% اوف دوترز افكتد، 50% اوف سن افكتد. طيب لو نورمال ماذر مع افكتد فازر، ادي نورمال ماذر مع افكتد ايه فازر، هيبقى 100% اوف دوترز افكتد، 100% اوف سنز ار نورمال. ليه؟ لان الاب ما بينقلش الصفه الوراثيه لمين؟ لاولاده. ايه الامثله اللي عندنا؟ عندنا الهايبوفوسفاتيميك ريكتس، وده نقراه بالتفصيل. الحاجه الثانيه عندنا الكلاسيك ريت سيندروم، وده برضه هنقراه بالتفصيل. ده جين موجود على الكروموسوم على الاكس كروموسوم على اللونج ارم اوف اكس كروموسوم في ريجن 2 بند 8. يبقى احنا كده خلصنا الايه الدومينانت الريسيسيف برضو افكت الميل اونلي، افكت الايه المين اونلي. ليه؟ لان الافكتد هوموزايجس فيميل ار رير، علشان يبقى عندي جينين تو اليلز من نفس الجين موجودين في الفيميل دي صعبه جدا. لكن لو جين واحد موجود في الميل اللي هو الهيميزايجس يعني، يبقى في الحالة دي يبقى الميل بتاعي ايه افكت، يبقى افكت ميل اونلي. يبقى لما الاقي مرض بتاعي المرض منتشر في الميل ومش موجود في الفيميل او فيري رير في الفيميل، اقول ان ده ايه اكس لينكد ريسيسيف. الفاميلي بيديجري هيبقى في سكيبد جينريشن يعني يظهر ويختفي. فازر تو سان ترانسميشن داز نوت اوكير، ميل ار يوجوال سترايل، ايوه عشان نحد انتشار المرض. هيتيروزايجس فيميل كلينيكالي نورمال، كلينيكالي ايه نورمال، بات مي بي مايلدلي افكتد، برضه بتعتمد على انهي كروموسوم حصل له ان اكتيفيشن. الهوموزايجس فيميل
بيبقى 100% افكتد. قلت طبعا فيري رير، قلنا عليها فيري رير. يبقى افكتد هوموزايجس ماذر مع نورمال فازر، يبقى دي الافكتد ماذر اهي عندها تو اليلز موجودين بتوع المرض، والفازر نورمال، يبقى 100% اوف دوترز كارير، 100% اوف سن افكتد. ده لو المشكله جايه منين؟ من الام. طب تعالى كده نشوف نورمال هيتيروزايجس ماذر مع نورمال فازر. ده افكتد كارير ماذر مع نورمال ايه فازر، يبقى 50% اوف دوترز كارير، 50% اوف دوتر ذكاريا، و 50% من الصن افكتد. ليه؟ لان هم واخدينها من مين؟ من الام. طب تعالى كده نشوف لو نورمال ماذر مع افكتد فاذر، عمره ما هينقل لاولاده، يبقى نورمال ماذر مع افكتد فاذر، يبقى في 100% اوف دوترز كارير، 100% اوف صن نورمال. الامثله بتاعتنا الدوشيني ماسكولار ديستروفي، وطبعا ده يعني ايه بنشوفه، مش فيري رير ولا حاجه. يبقى ده كوزد باي فيريس ميوتيشن في الدوشيني ماسكولار ديستروفي، الجين اللي موجود على الاكس كروموسوم، بالذات طبعا بالتحديد على الشورت ارم في ريجن 2 باند 1 سب باند 2. ترانس ممبرين اللي هو الدستروفين بروتين ده عباره عن ترانس ممبرين بروتين، لما بيحصل ميوتيشن في الجين ده البروتين ده ما بيشتغلش بشكل كويس. البروتين ده فايدته ايه؟ ده بيعمل انكورنج، بيربط الاكتين بالاكسترا سيلولار ماتريكس، وبالتالي بيعمل استابلايزيشن للسيل ميمبرين. طب انا خسرت الميمبرين بروتين ده، يبقى الاستابلايزيشن ده مش موجود، وبالتالي هتؤدي الى ابسنت للدستروفين سينسز، اللي هتؤدي الى ايه؟ الى كل المشاكل اللي احنا عارفينها في الدوشيني ماسكولار ديستروفي. لو اخدنا بايوبسي هيبان ان انا عندي ايه؟ عندي هايلانيزيشن ونيكروزيس وديجنريشن في المسل سيل. السيرم كيراتين فوسفوكاينيز اللي هو السي كي بيبقى 10 اضعاف النورمال، لما الاقيه كده يبقى ده دايجنوستيك، خدت بايوبسي خلاص. الكلينيكال بيكتشر احنا هنقراها ونحفظها ونعرفين ان هي مهمه جدا. النون مندليان هناخد منه الميتوكوندريال انهيرتنس، وبعد كده نوقف على المود اوف انهيرتنس. الميتوكوندريا فيها حوالي 32 جين مسؤولين عن صفات وراثيه مختلفه تماما عن النيوكليار دي ان ايه. الميل والفيميل ايكوال افكتد لو الديزيز بتاعي جاي من اصله الميتوكوندريا. الديزيز فينوتايب ديترمايند باي، ما هو السهل قوي زي المندليان، لكن هنا هيعتمد بقى على ايه؟ نوع الميوتيشن اللي حصلت في الميتوكوندريا، بريفالنس اوف ابنورمال ميتوكوندريا، هي كل الميتوكوندريا بتاعتي اتاثرت ولا شويه منهم صغيرين، لان عندي طبعا في كل خليه موجود عدد كبير منهم. طب يا ترى الاورجنز اللي اتاثرت دي، كل يعني الليفر، الميتوكوندريا موجوده في الليفر ولا الميتوكوندريا موجوده في الهارت ولا الميتوكوندريا موجوده في السكيليت المصل ولا الميتوكوندريا اللي في الكيدني هي اللي اتاثرت؟ يبقى اذا انا ما اقدرش اعتمد هنا على قوانين مندل، فبسمي دي او بناخد دي كمثال للنان مندليان انهيرت. الجينيتك سكرينج هنتكلم عليها بسرعه جديده ولازم نقراها ونحفظها. برينسيبال اوف جينيتك سكرينج، ايه هي القواعد العامه للجينيتك سكرينج؟ اول حاجه انا هعمل سكرينج لمين؟ للديزيز اللي هو يبقى خطير وكومن وليه افكتيف تريتمنت، غير كده ما اقعدش اتعب نفسي. ات شود بي انكسبنسيف، ما ينفعش اقول للناس احنا هنعمل لكم جين مابنج لان ده اكسبنسيف جدا. ايزلي تو بيرفورم، لازم يكون ايزي وفاليد وريلايبل. It should have the necessary resources for diagnosis and treatment. لازم يكون عندي طريقة أو برنامج للتشخيص والإيه والعلاج. طيب إيه ميزاته؟ أول حاجة إنه بيديني معلومات عامة عن الخريطة الوراثية للمجتمع بتاعي أو الأسرة بتاعتي أو الأشخاص اللي جايين يستشيروني. الحاجة التانية بيعمل لي understanding للجينيتك disorders عموما. الحاجة التانية بيخلي المسألة سهلة في العلاج والتريتمنت، وبيقلل المشاكل اللي بعد الولادة. بنشترط في sensitivity والspecificity واللي طبعا في كل الinvestigations اللي احنا بنعملها سواء كانت genetic او non-genetic هنقراها بالتفصيل. الindications
بتاعت دي اول حاجه ناخدها اللي هي البري امبلانتيشن جينيتك سكريننج. يبقى انا ممكن اعمل جينيتك سكريننج للسبرم قبل ما اعمل له امبلانتيشن في الاوفر. وده لمين بقى؟ ايه الانديكيشن؟ لو الكابلز هو ار هاي ريسك اوف هافينج تشيلدر ويز جينيتك ديفكت او سب فيرتايل كابل او انفيرتايل كابلز. يبقى الكابلز اللي انا هعمل لهم اي في اف بالانتراسيتوبلازميك، وما افتكرش ان كل السنترز بتعمل انتراسيتوبلازميك سبيرم انجكشن، انا ما اعرفش موجود التكنيك ده موجود في مصر ولا ايه، لكن يا ريت حد يرد عليا. طبعا انا عارف ان في زملاء كتير بيشتغلوا في الاي في اف. الحاجه الثانيه التكنيك ازاي بنعمله، سهل جدا لان طبعا ده انتوا اشطر فيه مني، لكن عرفنا الانديكيشنز بتاعته. الحاجه الثانيه اللي هروح لها بعد ما خلصنا البري امبلانتيشن، عندنا البرينيتال جينيتك سكريننج والانديكيشنز بتاعتي ادفانسد ماتيرنال ايج، واحده فوق ال 35، بريفيوس تشايلد كان عنده كروموسومال ابنورماليتي، في فاميلي هيستوري اوف كروموسومال ابنورماليتي، في فاميلي هيستوري اوف جي سنجل جين ديس اوردر، زي ايه؟ زي ما قلنا في المارفان سندروم، وزي ما قلنا في الفينايل كيتونوريا، في فاميلي هيستوري اوف ان تي دي اللي هو نيورال تيوب ديفكتس، في فاميلي هيستوري اوف كونجينيتال استراكشرال ابنورماليتي زي الداون سندروم لو جاي من الاستراكشرال، في كونسيجوانيتي قريب قوي وعايزين يتجوزوا والتاريخ الحقيقه مش لذيذ، ايبور جينيتك ايبور اوبستريك هيستوري سيرتن ماتيرنال إلنس. في الحالة دي بنعمل prenatal genetic screening. ايه الميثودز اللي بستخدمها؟ يا اما اعمل amniocentesis، يا اما اعمل chorionic villus sampling، او اعمل sonar، او cordocentesis، او maternal serum screening. والكل حاجة ميزتها وعيوبها. الamniocentesis يا اما اخده trans abdominal، يا اما اخده trans vaginal، performed 14 اسبوع ل 18 اسبوع من الحمل. ايه الانديكيشنز اللي بضطر اعمل فيها البرينيتال جينيتك سكريننج؟ سوري الامنيوسنتيسيس. ان قلنا قبل كده الست فوق ال 35 بريفز كروموسومال ابنورماليتي، وان اور بوث بيرنت عندهم ترانس لوكيشن اللي هو ستراكشرال ابريجن، واحد من الاثنين عنده اوتوسومال ريسيسيف او اكس لينكد ريسيسيف تريتس، او هيستوري اوف ان تي دي. الامنيوسينتيسيس بشوف منه ايه لما اخد عينه من الامنيوتيك فلويد، بشوف الالفا فيتو بروتين، بشوف البيلوروبين، بشوف السفينجومايلين ليفل، بشوف بعمل دي ان اي اناليسيس، وممكن اوصل للايه للكاريوتايب او الساسرن بلوتينج. كوريونيك فيلا سامبلينج ودي طريقه ثانيه من طرق البرينيتال جينيتك سكريننج. التكنيك لما اخد السامبل دي من الكوريونيك فيلاي اعمل لها كاريوتايب، اعمل لها فيش تكنيك، اعمل لها مالتيبلكسيليشن ديبندنت برو امبليفيكيشن، او اعمل لها بايو كيميكال اناليسيس او دي ان اي اناليسيس. طبعا بالنسبه لنا هنا في مصر اولا التكنيك صعب جدا، ثانيا لو هشتغل يبقى اشتغل على الكاريوتايب وعلى الفيش تكنيك والبايو كيميكال اناليسيس والدي ان اي اناليسيس، بيبقى ليميتد. السونار هنا طبعا انت بتتكلم اكيد عن سونار الريزولوشن بتاعه عالي جدا، هيطلع الاكسترا ديجيت لو كان موجود، هيطلع الهايبوبليزيا اوف ماندبل، ممكن اكتشف منه النيوكال بات. طبعا الحاجات دي هنقراها، واحنا اشطر مني بكتير في ان انا اقرا السونار كويس علشان يخدمني في كابرينيتال جينيتك سكريننج تيست. الكوردو سنتيسيس ده انا هدخل على امبليكال كورد ترانس ابدومينال بريكوتينياس علشان اخد من الفيتال بلاد سامبل، وبعدين اعمل لها اناليسيس علشان اشوف الار اتش ان ايزو اميونايزيشن، او اعمل منه او اعمل له كروموسومال اناليسيس. ممكن اخد عينه بسيطه خالص من الماتيرنال بلاد علشان اعمل لها ايه فيتو الفا فيتو بروتين، او اعمل لها كاريوتايب علشان اشوف الترايسومي 21 او في لو في ترانسلوكيشن اللي هو ريبورتسونيان ترانسلوكيشن، او اشوف الفيتال سيل الماتيرنال سيركيوليشن. يبقى انا كده خلصت البرينيتال. طب النيونيتال جينيتك سكريننج ايه الانديكيشنز بتاعته؟ لو في جالاكتوسيميا
او في بشخص منه الجلاكتوسيميا والفينايل كيتونوريا والكونجينيتال هايبوثايروديزم والسيكل سيل ديزيز. يبقى اذا النيونيتال جينيتك سكريننج ده طبعا مهم جدا دلوقتي، بقت في حاجات روتين اللي عندنا في مصر. الفاميلي جينيتك سكريننج، الانديكيشنز فور فاميلي جينيتك سكريننج، رقم واحد ان يكون عندي اوتوسومال دوميننت جينيتك ديسوردرز ويذ ريدوسد بينيترانس. يعني ايه؟ يعني واحد عنده ابنه عنده هانتنجتون ديزيز لكن مش ظاهر على الاب قوي، يعني البنترانس بتاعه ضعيف، ظهر مرة واختفى، يبقى ده لازم اعمل فاميلي هيستوري كويس. فاميليال ادينوميتاس بوليبوزيس كولاي هيريديتري نان، ده اللي اخدناه، هيريديتري نان بوليبوزيس كولوريكتال كانسر، لازم ناخد الهيستوري كويس. اوتوسومال ريسيسيف جينيتك ديسوردر زي سيستيك فايبروزيس، لازم ناخد الهيستوري كويس. الدوشيني ماسكولار ديستروفي اللي هو ريسيسيف ديسوردر اكس لينكد، ده لازم ناخد الهيستوري كويس. كروموسومال ري ارانجمنت لو هو موجود. يبقى احنا اتكلمنا عن ايه النهارده؟ اتكلمنا عن الجين وعرفنا الاستراكشر اوف ذا جين، اتكلمنا عن ايه جينوتايب وانواع الجينوتايبز اللي ممكن نقابلها في المجتمع بتاعنا. اخدنا الفاميلي بيديجري وعرفنا بسرعه ازاي نعمل فاميلي بيديجري. اخدنا الباترن اوف انهيرتنس مندليان بالتفصيل والنون مندليان. تطرقنا بسرعه للميتوكوندريال انهيرتنس. عرفنا يعني ايه جينيتك سكريننج وايه مواصفات التست اللي انا ممكن اعملها وامتى اعملها وانواعها، سواء كنا بنتكلم عن البري امبلانتيشن قبل ما اعمل انيكيوليشن للسبيرم في الاوفم او اعملها في البرينيتال او نيونيتال او فاميلي الجينيتك، امتى اعملها وازاي اعملها وايه الاختبارات اللي ممكن استفاد منها. وافتكر ان بالمحاضره دي يكون احنا خلصنا مقرر الجينيتك اللي علينا، سواء كنا في نساء او اطفال او اي تخصص، لان نتكلم عن بيزك جيناتك. لو حد ليه سؤال طبعا او استفسار او توضيح انا تحت امره في اي وقت، التليفون بتاعي مفتوح، الماسنجر بتاعي مفتوح، الواتساب بتاعي مفتوح، نقدر نتناقش ونتحاور ويقنعك. لكن الهدف في الاخر ان المعلومة توصل، والامتحان لو كان لي نصيب ان يكون الامتحان ان شاء الله يكون امتحان سهل جدا جدا، ونحل كلنا اللي قرأ بس او سمع المحاضرات مرة واحدة او مرتين، يعني على كتير يقدر يجاوب الامتحان بسهولة. بس انا حابب اقول لزمايلي واللي في الجلدية ان الدكتور ممدوح اعفاني من ان انا احط لكم الامتحان، لان مشكورا قال لي ان احنا في الاسم درسنا الجيناتيك ودرسنا الهيستولوجي، فاعفاني من ان انا احط الامتحان للجلدية. هل الاقسام التانية مشكورة هتعفيني من نفس المسؤولية ولا مش هتعفيني؟ الحقيقة انا تحت امر الكلية وامر حضراتكم في اي وقت. كل سنة وانتم طيبين ونشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.